سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نصيب كيكه المقله وغنشاركها معكم. ندوزو المقادير. عندي ثلاثه د البيضات، غنديرهم في مونينيكس، غندير كاس سنيده وغنطربهم، عاد غنزيد كاس ديال الزيت وغنزيد كاس ديال الحليب. عندي هنايا ثلاثه د الكيسان ديال الطحين، وعندي ثلاثه د الخمارات، جوج معالق صغار ديال الشكلاط. الطحين على حساب الخليط، غندير غير جوج كيسان ونص ديال الطحين. البنات المقله دانتها بالزبده، غندير المعرفه وغنزيد شويه باش تجيني رقيقه، ما بغيتهاش تجي غليظه منفوخه بزاف، غتجي رقيقه. هنايا الكيكه طابت، غادي نقلبها بالكاغيط ديال الزبده. راه ساهله دغيا كطيب. غادي نقلبها بحال هكا وغنخليها في الكاغيط باش تجيني هذا هو الشكل ديال الكيكات ديالنا. غندوزو نديرو ليهم الشكلاط. هنايا البنات غندير قشدة طارية، غنستمر بحال هكا حتى نكمل. الكيك غطيته كامل بالكريمه، غادي نزيد الشكلاط. هاد الكريمه كتجي زوينه بحال الشكلاط دانيت. كندير ليها نص سترو ديال الحليب، ودرت فيها هاد الباكيه ديال القشطه الطريه، طربتهم غير شويه باش يجيوني بحال دانيت. صافي، هنايا غادي نزينها بالفواكه الجافه. نتوما تزينوها باش ما بغيتو. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا، كنتمنى تجربوها ان شاء الله.